معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة. يا كابتن جهاد مشرف ومنور. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. صباح الفل عليك. كنا قاعدين النهارده بتكلم انا وانت تقريبا انت قاعد معاهم في لجنه التحكيم في الفيفا وبتختار الحكام اللي هيديروا المباريات. الكلام ده كان 6 الا ربع قبل ماتش الزمالك بالزبط. كنا مع بعض وتوقعت الامريكيه تحكم ماتش الثالث والرابع للاهلي وتوقعت ان مارتينينك بالاداء اللي عمله والتحليل اللي حصل في الاتحاد الدولي واشاده بيه بقراراته ان هو ياخد الماتش النهائي إيه والحمد لله. يعني ايه بقى التحليل اللي حصل؟ شفت انت كاتب ايه على الفيسبوك وقلت انه التحليل اللي حصل دوت يؤيد كلامك ويؤيد ما قلت ما يؤيد ما قلته عن طاقم التحكيم ده في مباراه الاهلي. ايه اللي حصل بقى؟ بص يا كريم، هو في الاخر احنا لما نيجي نحلل وبنحلل في كوره بلس بنتكلم بمنتهى الموضوعيه. يعني قصه بنتكلم وقبل ما احلل معاك انا في القناه الاولى بنتكلم بموضوعيه بصوره صوره لقطه تحكيميه. اللقطه التحكيميه اللي الناس بتتكلم عليها طبعا في لقطه منتشره جدا على السوشيال ميديا اللي من ورا الجون، التصوير من ورا الجون ده يا جماعه دي صوره خادعه. هذا التصوير اللي موجود في اللقطه العاديه خالص، الفيديو العادي اللي من زف المباراه، هتلاقي ان الراجل المدافع الكره اصطدمت بكتفه، يعني لعب الكره الاول وبعد كده اصطدمت بالكهرباء. اللقطه اللي ورا مش مبينه التفاصيل دي، التفاصيل دي تفاصيل صغيره بتبان في اللقطه التحكيميه اللي الفار شافها واللي الحكم احتسب عليها استمر اللعب. لكن اللقطه اللي جايه اللي مصوره بالكاميرا الموبايل من ورا الجون ده صحفي او مصور من ورا الجون، اللقطه ديت لو هي لوحدها كريمه مكان منتهى الامانه من غير اللقطه التلفزيونيه انا همشي مع ركله الجزاء، لان التفاصيل اللي موجوده في اللقطه التلفزيونيه الاساسيه مش موجوده فيها. وبالتالي احنا بنتكلم بتدور على الحقيقه على اللقطه التلفزيونيه بغض النظر عن مين الفريق او لون الفريق. احنا مش فارق معانا لون الفريق، انت كنا مع بعض بنتفرج على ماتش الاهلي وكل مصر مش الاهلاويه بس عايزين الاهلي يكسب. بصراحه انا شفتك وانت تنفعل مع النادي الاهلي وفرص النادي الاهلي طبيعي عشان الاهلي يمثل مصر بالظبط. والزمالك برضه لما بيلعب عشان بيمثل مصر نفس يعني نفس اي فرق بتلعب باسم مصر كلنا معاها. لكن لما نيجي عند التحكيم لا، التحكيم اللي احنا بنتكلم بصوره ومصداقيه ووضوح عشان في الاخر احنا بنخاطب عقليه جمهور وبنحترم جمهورنا وبنحترم الناس. طيب. زي ما قلت لك قبل كده بس هكمل كلمتي بس قلت لك قبل كده انا ما يهمنيش الجمهور يحبني قد ما يهمني الناس تحترمني، ده الاهم. حلو، قولها تاني كده. عشان ما يهمنيش المتابعين والجمهور يحبني، انا ما يهمني ان هم يحترموني، ده الاهم. حلو جدا، حلو جدا. طيب اللي انت كتبته بقى على الفيسبوك من شويه انه تم الاشاده بمارشينياك، وانا عارف ان انت بتجيب معلوماتك من جوه قوي، يعني ايه اللي حصل بقى؟ بص، كان الموجود حكم مش عايز اقول اسمه، هو موجود طبعا موجود في البطوله وكان موجود في التحليل النهارده في لجنه حكام الاتحاد الدولي بيعادل المباريات، بيجيبوا الماتشات وبيحللوها اللقطات وطبعا عشان يستفيد منها المباراه اللي جايه. فجينا النهارده تحليل ماتشين قبل النهائي، ماتش الطاقم السعودي الماتش اللي ما فيش مشاكل ولا كلام عليه تحكيميا خالص 3-0 مانشستر سيتي، وبعد كده الماتش الاخير ختمه ماتش الاهلي والفريق بالظبط. والناس جابت اللقطات كلها، ما فيش لقطه تحكيميه عليها جدل اتكلمنا فيها اللي ما جابت واتشرحت بالتفاصيل. هايل. وجاب صوت الفي ار بيجيبوا الصوت التواصل اللي بيحصل. ماشي. الصوت مسجل وبالتالي ايه الحوار اللي حصل والكلام حصل ايه، فالتفاصيل دي كلها اتقالت في اللقطات التحكيميه. ممتاز. وفي الاخر الراي الاتحاد الدولي ان هو اللقطه بتاع كهربا يستمر اللعب ده قرار صحيح، الركله بتاع ركله جزاء مارسيلو الاهمال كان موجود من بيرسيتاو الركبه الشمال في الرجل اليمين والاهمال ده يعاقب عليه وبالتالي ركله جزاء صحيحه. في الاخر طاقم التحكيم خرجوا من المباراه اختلفوا معاهم زي ما قلنا، هم برضو طلعوا انذار، في انذار مستحق هنا وفي انذار مستحق هنا، جابوها وقالوا لا كان لازم دي انذار ما ينفعش تحذير، ويتكلموا على التفاصيل دي كلها. في الاخر خرجنا من المباراه بدون اخطاء تحكيميه. بعد ده اتقفلت جلسه الحوار اللي هو التحليل التحكيمي، وهنعلن دلوقتي طقم تحكيم الثالث والرابع وطقم تحكيم النهائي، وفي الاخر تم اعلان الطقمين اللي احنا عرفناهم النهارده. الكلام ده حصل في 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 بموضوعيه، على فكره انا حضرت طبعا قبل كده بطولات مع الفيفا، فالكلام الناس دي ما بتهزرش، انا بكلمك بمنتهى الامانه عشان بس الناس اللي متابعيني يفهموا الكلام في التحكيم والكلام في الاتحاد الدولي ما فيش حسابات، يعني في الاخر الناس دي بتتكلم ازاي انزل الحكم او الطقم اللي ينجحني تحكيميا. اشادوا بيه بقى، انت بتقول لي اشادوا بيه بعد ما بحللوا الحالات اشادوا بيه جامد، يعني هو طاقم التحكيم اشادوا بيه والناس سقفت. لان بص يا كريم، سقفوا له المباراه، سقفوا له المباراه كان فيها اختبارات تحكيميه كبيره. المباراه كان فيها اختبارات لطاقم التحكيم بالكامل، وبالتالي بتتكلم على اختبارات نجح فيها. فمباراة هي الماتشين اتكلموا حتى الناس المسؤوله الماتشين الاصعب هو كان ماتش الاهلي. هو اللي كان الاصعب تحكيميا لان في حالات تحكيميه
جدليه، وبالتالي بتتكلم على كل الناس اللي كانت التحكيم في المباراه دي، فان النظام ينجح في المباراه ديت فيستحق اشاده الاتحاد طيب الدولي وبالتالي تم تأنيه في النهائي. اتفضل. طيب كابتن جهاد هكلمك بصراحه وعايزك تجاوبني بصراحه برضه. في راي يقول لك انه تحديدا الاهلي والزمالك لما يكونوا بيلعبوا خارج مصر ما يعني ما تجيش عليهم، ما تجيش على الاهلي، ما تجيش على الزمالك، ما تجيش على الفرق المصريه كونك انك حكم مصري ومحلل تحكيمي مصري دلوقتي، رايك ايه؟ بص يا كريم، انت في الاخر انت نفسك الاهلي والزمالك يكسبوا كراجل مصري، نفسك منتخب مصر يكسب، لكن اول ما بتيجي عند قصه التحكيم انت معاك صوره لقطه تحكيميه، لقطه تحكيميه بتعاملها بتجرب نفسك من المشاعر بقى، انت منتخب مصر ولا فريق ممثل مصر، انت بتجرب نفسك من المشاعر دي وبتتكلم على لقطه تحكيميه دي يتقال فيها ايه بالنسبه من خلال القانون وبروتوكول الفي ار لو الفي ار موجود والاعتبارات اللي حطها الفيفا، وبالتالي بتتكلم في علم التحكيم دلوقتي اصبح علم، فانت في الاخر اللقطه دي بتعاملها بمنتهى الحياديه ومجرد من مشاعرك، انت عايز الفرقه دي كانت تكسب او الفرقه دي مصريه بتمثل مصر، فبالتالي اللقطه التحكيميه بتعاملها بالمنظر ده. يجي منتخب مصر استحاله انت عايز منتخب مصر تجيب على حاجه مش مظبوطه، فبس في التحكيم بنتكلم كتحكيم، مش هتقدر تحيد عن الحق مفهوم. في موضوع التحكيم باي حال من الاحوال. مفهوم. كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وهذه التوضيحات. بيقول لك سقفوا له، سقفوا لجنه الحكام في الاتحاد الدولي، سقفوا لمارشينيانج على ادائه في مباراه الاهلي وفلومينينزي، والعهده على الراوي كابتن جهاد جريشه.